ايه انت هتفضل قاعد لي كده؟ يعني عايزاني اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هات الدنيا فوق دماغ الواد، انت عايز تضيع علينا كل اللي احنا عملناه؟ كلم حد من معارفك، من ناسك، اي حد من الكبار يشد ودنه ولا يهدده. ربيع، الموضوع ده لازم يتلم بسرعه. يعني خلاص بقينا عصابات؟ هنشد ودان؟ هنهدد الناس؟ ميار، من فضلك سيبيني شويه، انا على اخري. مفيش وقت يا حبيبي عشان اسيبك، كل دقيقة بتعدي فيها خطر على مستقبلنا. حاضر يا ميار، حاضر يا ميار، هتصرف، ههد الدنيا زي ما انت عاوزة، هعمل كل اللي انت بتقولي عليه، بس سيبيني افكر عشان اعرف هتصرف ازاي، وما تنسيش ان بنتك في الموضوع. ما تنساش انت كمان ان الصور والفيديو في ايد ناس ما نعرفهاش، ويا عالم هيعملوا بيها ايه. هو انا مش عارف طلع لنا منين الدكتور عمر ده؟ سعادتك بقى كنت ماشي سكران ومعاك واحدة ست، والظهر كنت مروقين شوية، وعلى طريق المريطية خبطت واحدة ما فكرتش حتى تقف تسعفها. ده أنا؟ يا نهار أسود، إيه اللي بتقوله ده يا صاحبة البيئة؟ أخويا يمكن يعمل حاجة زي كده أبداً. والله الإشارة اللي عندي بتقول كده. إشارة إيه يا فندم؟ الإشارة دي غلط، أكيد اسم حد تاني. إشارة إيه يا فندم؟ العربية دي أصلاً مسروقة وأنا مبلغ عنها. الكلام ده تقوله في النيابة، أنا دوري هنا تسليمك وبس. خدوا يا أمين. لا ياخدوا فين؟ إحنا لازم نفهم يا فندم. ايوه حضرتك، بس لو ينفع تعملوا معايا ايه بالظبط؟ هنرحله الصبح على النيابه في القاهره. اتفضلوا. اتفضلوا. يا نهار اسمح، استنى يا عمر، انا جايه معاك. اتصرف يا حبيب الاسم. ايوه على الصبح يا اخويا. على مهلك، ايدك يا اخويا عليك بالراحه. ما تقلقش يا عمر، والله ان شاء الله هتبقى سليم. ما تقلقش يا اخويا. لو سمحتي روحي. اروح بس ازاي يا عمر وانت في الحاله دي؟ عم حافظ خدها وروح، فيها بهدله لغايه. لا مش هروح، مش هسيبك ابدا. بعدين اكتفينا، انت بتتابعي لحد كده واكتفينا. اوعى يا عمي يا حلم القاس، والله دي مكيده معموله في الدكتور عمر اخويا، والله مكيده. مكيده مش مكيده، لحد هنا وقفلت. اسمعي يا بنت نواوي، احنا مش ناقصين فضايح اكتر من كده. كراهيه بالقشي. يقول عليك برضو تصيب خطيب بنتك في نحنته. نحنته؟ دي إشارة من عند ربنا عشان رايق دي بنت استكر ومش بيطلعها بطيحة. الحمد لله، الحمد لله إنها كانت فاتحة وشبكة ما تمت. عموما الشبكة بتاعتكم في علبتها وعليها زيادة كمان. على فكرة بالقاسي، دي مش أخناء ولاد الأصول. ولاد الأصول؟ أنا قلتها لك. دي للكلب عمره ما ينعدل أبدا. واسع. أنا أخويا كلب؟ إذا كان أخويا كلب فأنت بنتك عرسك، دي لو لفت العمر كله مش هتلاقي ظفر الدكتور عمر. وبعدها لك يا دكتور، مكتوب عليك دايما تتقسم اتنين، مرة دكتور شايل أمانة شرف مهنة، ومرة أبطال عاشق في مواني الدنيا، مرة عريس قاعد في كوشة، ومرة محبوس في زنزانة مخنوعة، مرة في النور ومرة في الظلمة، ومرة كده ومرة كده. وتقول لي توب. توب ايه؟ هادي اخرتها. يمكن اختبار؟ معقول؟ ممكن، هو اكيد اختبار. بس معقولة كل دي اختبارات؟ ايه مفيش غيري في اللجنة؟ الله يخرب بيتك يا حافظ. ويقولوا لي توبي 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 توبي، ازاي بس ازاي اتوب يا عيني ازاي؟ عاشقة وغلبانة والنبي، عاشقة وغلبانة والنبي، عاشقة ومظلومة والنبي، والنبي والنبي. Yeah.
رب يا رب يا رب. وانت عندك ايه يا روح؟ زود الدقن. واحلى كوش احلى سمور. اتفضل يا حبيبي. هات اخويا هدوم الابر يا فرس كوبرا. بلاش في الرغاوي بتاع العراوي. هات الخطه يا باريزه وشوف لنا فكه. عشان عز يا انصر الويس. جت يا باريزه. ايه علي ما تلم نفسك يا جدع. لا شو قلنا نلم نفسينا وما بطلش الطاقه دي مجاني. ترى ايه يا دي حاجه كده لزوم بر الريق لاهل الحاره وحبايبنا. لا يا روح امك وفري مجهودك لاكل عيش ويلا جوه من هنا. حجو يا اخويا حجو. لانك مؤاخذه بص بصقت على دراعي من قصبه رجلي لما كنت غاويها. بقول لك يا فلانك خليك فاكل عيش. يا بص يا بص انا نفسي قبل ما اموت اشوفك عريس. لا انا عايزك تموت وما تشغلش نفسك بالموضوع ده. خلاص ماشي يا باريزه. العواف العواف يا ست الكل. يا اخويا طبعا عندك شغل البضاعه دي. احلى بضاعه تيجي لاحلى غزال في المنطقه وكل المناطق المجاوره. ما عندكش حاجه كده مهويه لزوم الجهاز تتعبى في شنط وتيجي لغايه البيت. ايه ده مش كل التير اللي يسبق اللحم. مش قصدي مستنياك. ماشي بس من غير جرس ولا فضايح. هتجيب لي بضاعه شيطه هنسلها على دماغك وازفك في الحاره كلها. انما بقى لو ضميرك صحي معايا كده حبتين وجبتلي بضاعه تملى العين هدوقك بن محاول ياخدك ويطلع سابع سامة. انا نفسي بقى في المحاول ده. عيب عليك يا معلم احنا مش كلام احنا افعال. تتمسى بالخير ما تتاخرش على المحاول. وحد ودانا في ده غير المحاول ده. قديمه يا مرتضى الخبر وصلني من بدري قوي. وصلك؟ ده انا قلت ان انا اول واحد يعرف. المهم سيبك من الحكايه دي وعايزك تركز معايا قوي. معاك يا دكتور. انا عايز الخبر ده ينتشر في كل حته. ايوه بس هننشره ازاي؟ ده لسه في نيابه. يا مرتضى ما تبقاش غبي وانا بقول لك انشره في الاهرام يا اخي. نزل الخبر على الفيسبوك وشيره ساعه زمن مصر كلها هتبقى عارفه بالخبر. صور صح. طب افرض يا دكتور بقى انه طلع منها. يا عم يطلع ولا ينزل مش ده المهم. المهم انه ما يستجريش يوري وشه لاي حد من العيانين بتوعه. باختصار يتضرب في السوق ساعتها بقى تبقى رقبته في ايدينا ونعمل في المستشفى اللي احنا عايزينه وهو ما يستجريش يفتح بقه. ده لو عايز ياكل عيش. اصلي اصلي يا ريس. لا اللي ريس اصلي صحيح بقى اللي اسمه ربيع ده ما خدش في ايده خلوه. طب عليا النعمه لو احط صورته في اوضتي. مش لما يبقى عندك اوضه